بشكل عام احتفال لجين عمران بعيد ميلادها تواجد فيه عدد كبير من زملائها وأصدقائها النجوم، ومن بين اللي حرصوا على تهنئتها بهالمناسبة رضوان وشذا حسون. وهالحفل جاء بعد أيام قليلة من عودة لجين من العلا، حيث التقيناها هي وشقيقتها أسيل. أسيل ولجين، أهلا وسهلا فيكم على إنسايدر بالعربي. أهلا فيكم. اليوم هيك الجلسة بالطبيعة ولا أروق، طقس حلو وقدام صخرة الفيل. yes. أول مرة بتجوا على هذا المكان؟ أول مرة نجي، بصراحة في كمية هدوء غريب، يعني في سكون فعلا، في هدوء. يعني حتى وانت قاعد تسوي اللقاء أنا تقريبا نص نايمة. قالت لي ممكن تبعت لي الأسئلة على الواتساب وجاوب عليهم بعدين. لجين كان عندها فكرة تانية. إنه هي عندها فكرة تانية. لجين تقولوا إحنا نايمين نسلم المايك لبعض. لا، وكمان كان عندها فكرة مشروع. لا، لجين عندها أفكار مو فكرة. لجين بس جت المكان حسيت إنه صار عندها كذا الهام. يقولوا بالضبط صار عندك مليون ألف فكرة، وجالسة تقولي قلت لها جين بعدين نجلس نفكر فيها. تحمس. عارف ليش إلي؟ لأنه كيف لما تجي على مكان نوعا ما لسه يعتبر جديد، ما في كل الأفكار، فبمرحلة فين الدنيا وشايفين، ففي فكرة خطرت على بالي فسألتهم موجودة، قالوا لا مو موجودة. قلت حلو، هذا المطلوب. ومن فرحتهم بالمكان حبوا يأخذون العديد من الصور مع شقيقهم باسل. المكان كثير ما هو جميل يتحمل إليه كثير أفكار حلوة. صحيح. كمان بيتحمل يمكن أفكار درامية. كل شيء. أوه، على فكرة أمس كنا جالسين نتكلم، كنا مغامرة، نقول إنه معظم الأفلام اللي فيها بحث عن الكنوز ودمامي واللي تتصور في مصر وأهرامات وصحراء، إنه حلو تنخلق قصة هنا في العلا. لأنه دائما العالم العربي المكان. بالضبط، هوليوود لما تنتج أفلام البحث عن الكنز بالعالم العربي هي بس في مصر ومراكش كمان. ومراكش ممكن. صحيح. مراكش بتلاقيها في الأكشن، بيروحوا على مراكش. بس ما عندنا شيء مثلا بالخليج أو بالسعودية تحديدا، فحلو يكون في كنز صار لمئات السنين مدفون هنا وجايين ناس. خصوصاً هذه القصص اللي دائما ناجحة، يعني هذه القصص دائما حلوة. الواحد يمكن كمان لأنه بذكرتنا بالباكراوند تبعها، فنحب نحضرها نرجع. إحنا صغار دائما نسمع أساطير من جداتنا، لما يبغوا يخوفونا يقولوا لنا أسطورة، لما يبغوا يثيروا فضولنا قبل ما ننام قصة، دائما في أساطير في خرافات، فحلوة إنه تتصور هنا. وهالموضوع مش بعيد عن محتوى المسلسل اللي قريبا بتبدأ تصويره أسيل. العمل يدور ضمن إطار الرعب، بتجربة هي الأولى لها بهذا النوع من المسلسلات. شوف، هو رعب بس بطريقة حلوة، لأنه يتكلم كمان عن نفس الموضوع اللي كنا جالسين نحكي عنه، كل الأساطير أو المعتقدات اللي موجودة في بعض القرى اللي لازالت لليوم على فكرة تفكر بهذه الطريقة، خصوصا الأمور المتعلقة بالجن وما جن. فمتحمسة أني أول مرة راح أخوض التجربة بهذه الطريقة. أول مرة كمان حتصوري بالبلد اللي راح تصور فيه، صح؟ أول مرة راح أصور فيه. فينا نقول وين؟ عمان. وأسيل ما بتكتفي بهالعمل، فهي تستعد لتصوير فيلم سينمائي، ونحن سألناها إذا بيكون العمل المصري اللي سبق وكلمتنا عنه أول تجربة في مصر، يا تكون تجربة قوية يا لا. وما أبغى أنحسب، لأنه للأسف إحنا في شغلنا في محسوبيات على جماعات معينة، على منتجين معينين، ما أبغى أنحسب مع أحد إلي، which is لها نقاطها الإيجابية ولها سلبياتها، لأن للأسف البعض صار عنده كل مثلا كل منتج أو كل مخرج عنده جروب. ما أبغى أنحسب على أحد، أبغى أنحسب على عمل حلو، بس لا تحسبوني على شخص معين. فعشان كده لما جتني فرصة وقعت عمل فيلم، وقعنا من يمكن 6 شهور أو 5 شهور، هو عمل سعودي مصري كوميدي، من الرعب للكوميدي. احنا نحب كده تغيير. هلا انت اللي بيعرفك مزبوط بيعرف عندك هيدا الحس الكوميدي، بيطلع اوقات على سناب شات عندك عند باسل، صح؟ وقت بدك تيجي تعملي عمل كوميدي بخوف اكثر ولا لانه خلاص عندك هيدا الحس؟ لا بالعكس، بشوف نفسي فيه اكثر. يعني بحس انه انا ما قاعده أمثل ولا مضطرة أنه أبذل أي مجهود، الدراما تخوفني أكثر. وتجربة درامية تستعد لتقدمها لجين بأولى خطواتها بعالم التمثيل، ورغم أنها تكلمت عن الموضوع من حوالي سنة إلا أن اليوم ما ابتدت التصوير. والله أيوة، جزء كبير من تصوير العمل في بلد أنا ما أقدر أروح له، فلذلك تم تأجيل العمل لحد ما الله يفرجها، أو أنهم يبنوا ديكور يشابه الديكور اللي احنا محتاجه في هذه البلد. الموضوع بيد المنتج الاستاذ صادق الصباح، حيحاول يوجد حل مناسب. اول مره اعرف هذه المعلومه. وانت مركزه على هذا العمل، ما عبالك تعملي عمل ثاني لكن هذا العمل صار جاهز انه يتصور؟ في 3 اعمال ثانيه بس وحلوه، بس
بعض الأعمال تخليني شوي أتردد كبداية تعرف، وفي نفس الوقت أنه في اتفاق مسبق ما بيني وبين أستاذ صادق وأنا أحترم هذا الاتفاق. في حال أنه جاء شيء كثير مغري وأنا دائما أرجع لأسيل بما أنه أسيل يعني سبقتني في هذا المجال وما يتفوت أكيد. طيب رمضان شفناك هيك بتجربة مختلفة، كنت شوي أوفر يمكن شافوها بأنه كنت هيك الشخصية بتتطلب. يس يس. ترجع بتعيدية السنة؟ أي ليش لا، بالعكس حبيت لأنه هي شوي كوميديا على تراجيديا وفيها مبالغات لأنه تعرف كانت على زمن القديم 60s و70s وأسيل نفس الشيء مرت مع صح عملت شيء كمان أسيل مع براند ثاني بهذه الحقبة الزمنية كان التمثيل على فكرة العالم كانت تسأل إنه إيش صاير ليه أوفر في هذه الحقبة الزمنية التمثيل. إذا تتذكر المسلسلات القديمة كل شيء أوفر، رنة التليفون والرد أوفر والقطعات كل شيء، فهي كانت بس بطريقة كوميدية. يعني في فكرة إنه ترجعوا تعيدوا السنة؟ ممكن حسب البراند، اليوم ما شاء الله البراندات كل يوم يجوا لك بفكرة جديدة. ومن بين هالأفكار كانت مشاركة أسيل بباريس فاشن ويك بعرض مشت فيه على الكاتووك مع مجموعة من المشاهير. التجربة كانت كثير حلوة، في عالم كثير ما فهموها لأنه كثير عالم صارت تكتب لي صرتي موديل، لا 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 كلي شبرين ونص طولي ما تغير ما صرت موديل. هو الموضوع أنه لوريال كل سنة بتعمل مشي لكل سفيرات لوريال واللي اشتغلوا معاها على مدار السنة. جيم كان صوتها ملعلع كانت مبسوطة بال رايحة وأنا ميتة من البرد وشايلة همها هي بسبب البرد، ولما عملوا الريهرسل كان مطر وحرم أصلا هي أخذت فلو بعدها أكلتها فلو محترم يعني بعد بس حماسي نساني البرد تماما يعني.